شو عم تعمل عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانا نركب الخبز هون. لك قديش طلعنا وقشع فيه بالأرض. بدل العالم بتعطي لحدا بتكبر. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس. وانتو ما استلمتوا شي؟ لا. لو استلمنا شي فينا اكل ما كنا اجيله لهون للخبز وناكله. من وين انتو؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنة الا الحجر ما عملت هدنة. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلمع الخبز. باكل الحكه مع الشوربه من عندك. كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شوربه مي، على شوربه البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صلكن على هالوضع؟ انا فتره على شئنا سنتين. اهلكم موجودين؟ عندي ابي بس امي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيله ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونه. وابي ضايع هويته ما في شيء يثبت على شخصيته انه مع قبل الثوره ضاعت هويته ما معه شيء يثبت. قديش عمرك انتي؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى يرجع الوضع مثل ما كان، ناكل كل شيء ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. ما بتاكل، بتاكل من هون بتجوع من هون. ما تستحمل العيشة. امي طلعت من الجوع بس رحنا بدنا الصبر كل الثورة بيصبر اسا. صبر بالجوع وبهالشي بيصبر اسا. يعني انتو لما معانا حدا معانا الله. يعني انتو صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ ما بوجه لشي، ما بلا كله طلع تركنا، شو مين ضل معنا؟ كنا عيلة الخطيب رحنا ما اكبره بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه.